لا لا يقتصر الذكاء العاطفي فقط على الكبار، بل يمكن وجود الذكاء العاطفي عند الأطفال. معظم الأنظمة التعليمية تركز في المراحل الأساسية على المواد النظرية وزيادة التحصيل الدراسي، وتتجاهل المهارات الوجدانية التي يجب أن يكتسبها الطفل أو تعزز تلك المهارات عنده. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا نغم طربية، اختصاص رياض أطفال. تربي، يسعد صباحك نغم. تربي، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. بالبداية هيك خلينا نحكي شو هو الذكاء العاطفي عند الأطفال، يعني بالمقدمة قالت سمار مو بس عند الكبار وأيضا عند الأطفال. أكيد خلينا أكيد. نحكي شو هو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو قدرة الطفل على معرفة ميوله، معرفة مشاعر الشخص نفسه، بيقدر يتواصل مع الآخرين ويعرف مشاعرهم. هو كتير مهم بحياتنا العملية والدراسية. بنلاحظ كتير من الأهل دائما بتعتمد على الذكاء العقلي والحسابي وتتجاهل تماما الذكاء العاطفي اللي هو كتير مهم بحياة الطفل. ليش هو؟ بيحقق له السعادة، بيقوده ليصير إنسان مبدع ومنتج بالحياة. طبعا لما بيدخل بالحياة العملية وبيصير يكون صداقات ويقدر يتواصل مع الآخرين. أكيد مثل ما بنعرف الذكاء العاطفي هو مو بس إنه الواحد إنه اللي بيشعر فيه أو بيحس فيه ممكن يحكي فيه، هو مثل في عنده صلة كبيرة بين الدماغ العقلي والدماغ كمان بالشعوري. خلينا نحكي عن هاي صلة الوصل بيناتهم، وخلينا نحكي كمان على أنواع الذكاء العاطفي عند الأطفال. في أنواع متعددة من الذكاء بتختلف قوتها من شخص لآخر. أنواع الذكاء، في الوعي الذاتي هو قدرة الطفل على معرفة نقاط القوة والضعف عنده وتعزيزها. الوعي الاجتماعي بيقدر يتواصل مع الآخرين. إدارة العلاقات، الطفل هون بيكون قادر على أنه يكون صداقات ويستمر بهي الصداقات. التحفيز، التحفيز هو هون دور الأهل يكونوا قادرين على تعزيز ثقة الطفل بنفسه لحتى يقدر يتواصل مع الآخرين. نعم. خلينا عفوا نحكي نغم بالبيت، يمكن بأول ما يبلش الطفل يعبر، يعيط، يبكي، يحب، يعبر أي شيء هو بحس فيه، كيف فينا نحن نحفز له الذكاء العاطفي بداخله لحتى يمكن ينمى بحب، بحنان، بالشيء اللي طبعا اكيد عليه. اكيد بالبدايه لازم يكون في حوار بيننا وبين الطفل. الطفل لما بيطلب شيء او بيحكي او بيعبر عن الاشياء اللي جواته ما لازم نقاطعه، دائما لازم يكون في هي المساحه او مساحه الحريه للطفل يعبر عن الشيء اللي جواته. هون بتتعزز ثقه الطفل، بيقدر يعبر اكثر، ما بيوقف عند موضوع معين، لانه دائما اذا بدنا نقاطع الطفل بالحوار هون بتضعف شخصيته، ما عاد بيحكي اي شيء جواته، خصوصا الاهل اللي كثير بيكونوا عصبيه على الاطفال. تمام. مو بس انه نقاطع الطفل وهو عم بيحكي، كمان في عنا قصه كثير مهمه الاهل ما بينتبهوا عليها كثير، انه بس تستهزئي بشعور الطفل. مثلا تماماً، اذا قال لك طفلك والله انا اليوم مثلا تعبان ماما، شو بتقولي له؟ ليش انت شو عملت مثلا؟ انه ليش شو عملت لحد ما تتعب؟ يعني بدل ما تيجي مثلا روح ارتاح، روح اخذ بريك، اعمل شيء كذا. هيك الاهل عم يتجهوا لهذا الاتجاه الخاطئ انا برايي. خلينا نحكي عن اهميه انه ما نستهزئ بمشاعر اطفالنا. ضروري نحسس الطفل باهميته. ضروري يشعر بانه هو حدا، هو فرد من أفراد العائلة. ننشر الحب والأمان داخل المنزل، يكونوا الأم والأب قادرين على نشر هي السعادة، متفاهمين ومرتاحين بالمنزل. منلاحظ انه كل ما كنا قادرين على نشر هي هذا الحب بالمنزل، كل ما تكونت اتجاهات إيجابية عند الطفل. الطفل اللي بيكون عنده، اللي بيكون في عنده ذكاء عاطفي بيكون اكثر اتزان من الاطفال اللي عندهم فقدان بالحب. لا بيسمعنا بيقول الذكاء العاطفي عند الطفل ليش باي عمر ممكن يبلش؟ يعني هلا الاهالي انا بدي انتبه اذا ابني عنده ذكاء عاطفي او لا، باي عمر ممكن؟ من الولاده. من الولاده. طيب كيف من الولاده؟ اول شيء عنا بنلاحظ انه الاطفال اول ما بتولد الطبيب فورا بياخذ الطفل لحضن الأم، بتحتضنه، بيتلمسها، بيشعر بدفئة، بحنانة. تمام. عن طريق هالاحتضان والقبولات اللي بترسلها الأم للطفل هون بتتكون عنده، بحس بالأمان، بيشعر بالأمان والحب. هون بتكون أول تجربة للطفل. تمام. نعم.
يعني ما في احلى من تحفيز العواطف الحقيقيه لدى الاطفال، وخاصه نعطيهم مساحه من التعبير طبعاً. مثل ما حكينا من شوي. ولكن خلينا ننتقل الى البدايه مع الصفوف الدراسيه، مع المدرسه. كثير يمكن عدد الطلاب الزائد ما بيخلي مساحه للطالب انه هو يعبر، ان كان لرفقاته وان كان للمعلمه. هذا الشيء ممكن يعمله من ردات الفعل. اليوم الكبت او منع الذكاء العاطفي من التعبير قد ايه بياثر على الاطفال، وخاصه ببدايه المدرسه او ببدايه العمر انه الولد يدخل على المدرسة؟ طبعاً ضروري كتير يكون في مرشدة نفسية بكل مدرسة. المرشدة هي بتساعد الطفل على أنه مثل ما حكينا قبل يعبر عن الشيء اللي جواته، يقدر يعطي الفكرة صح، لأنه دائماً عنا بأغلب المدارس وخصوصاً بهذا الوضع ازدحام الأطفال بالصفوف عم بتأثر على نفسية الطفل. تمام، خلينا نحكي كثير من الذكاء العاطفي عند الاطفال بيصير مثل ما قلنا حسب العمر، مثلا بعمر مثلا اول ولاده غير مثلا بعمر المراهقه، غير بس يكبر الذكاء العاطفي بيختلف يعني من عمر للثاني. خلينا نحكي على الموضوع، كيف ممكن نحن نعزز اكتشاف الذكاء العاطفي عند الاطفال؟ هلا بلش خلايا دماغ الأطفال بالنمو بثلاث أسابيع الأولى من الحمل. منلاحظ بعد الولادة بتتكاثر بسرعة لتوصل لمئة مليون خلية عصبية. تمام. في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتعليم بتزيد نسبتها 30% بالوقت اللي الأهل بيحتضنوا فيها الطفل، بحسسوه بالحب. دائما بنرجع لهي النقطة، كل ما كانت الأهل عندها هذا الحب للطفل، كل ما كانوا عم يحتضنوه أكثر، كل ما زادت نسبة الذكاء عندهم، الذكاء العاطفي. طيب إذا كان عدد من الأخوة بالبيت معقول ينظلم حسب الأهل طفل عن حسب طفل؟ الأهل يعني دائما بنحس الاهتمام الأكبر للكبير، بعدين بيقل مو بالضرورة. أكيد بيعطوا آخر بيقولوا مثل آخر العنقود دائما مدلل، يعني ما عنده هدول مو بالضرورة. في كتير أهل بيكون في توازن بالمعاملة، يعني ممكن الذكاء العاطفي يكون يكتسب بالحياة اليومية أو العادية. طبعا هو سلوك ممكن أنه نعلمه للطفل. تمام. بيقول مثلا الذكاء العاطفي كمان انه اهميه انه يظهر عند الاطفال انه انت مثلا تخلي الطفل يعبر عن مشاعره بشكل صح، وكمان انت تعرفيه انه عن الذكاء العاطفي انت مثلا اذا هو مثلا رفقاته ما قبلوا يلعبوه مثلا بالمدرسه معه، ممكن انت تاخذيه وتقولي له مثلا انت غاضب، انه يعني تعرفيه انه هي كلمه غاضب انه هو عن جد غاضب، هو عن جد مقهور، وهو يعني نسميها بالتسميات الصح. خلينا نحكي عن هالموضوع. دائما بنلاحظ بالمدارس في هذا الشيء، انه في اطفال ما بيتقبلوها رفقاتها بالمدرسه. هذا الموضوع لازم الكبار يشتغلوا عليه، لانه نحن مجرد ما شفنا سلوك خطا فورا بنلجا للمرشده النفسيه او معلمه الصف. هي لازم تكون على علم بكل هي الاشياء الموجوده بالصف، وكل ما كان في اهتمام اكثر كل ما كانت نسبه هي الاطفال بالمدرسه مثلا الموجودة. او بالمدرسه او بالمكان او العائلة يلي ما فيها اهتمام بالأطفال. الذكاء العاطفي كتير حيأثر على المستقبل مثل ما قلنا، يعني إما هو بيخلي الشخص ناجح أو لا، يعني بالعكس. طيب كيف ممكن الطفل هو لحاله مثلا يكتشف حاله مثلا بعمر 10 لل11 وهو طالع، يعني هو يكون شخصيته بالشكل الصح، هو يأسس ويصير عنده ذكاء عاطفي لحاله إذا كان هو ببيئته، يعني هو ربيان أو بمدرسة يعني بيئتها غلط يعني برأيك؟ هلق كتير أطفال منلاحظ بيصير عنده ردة فعل من هذا الموضوع، انه انا مثلا ما في اهتمام بالبيت، فانا بدي كون نفسي، انا بدي بلش من نفسي. هون الطفل ببلش لحاله انه انا عندي مشكله معينه بالمنزل، فانا بدي قويها لحالي. هون ببلش الطفل يعزز ثقته بنفسه، مجرد ما عزز ثقته بنفسه فببلش عنده الذكاء العاطفي. طيب كيف بده يبلش برايك؟
ببلش طبعا لما بيعاني من مشكلات داخل لما المنزل، لما يعرف شو هي المشكلة تماما، يعني بيحدد شو المشكلة اللي هو عم بيعاني منها، فورا بصير هو لحاله بعززها، خصوصا بهذا العمر الطفل بيكون واعي لهي الأمور. بهالعمر يعني الواحد عم بيكون شخصيته بعمر العشرة والإداشة، تماماً تماما إنه مصغر عم بيأسس بيكونوا هون بتكون عنده ردة فعل كتير قوية، إنه أنا مثلا عم عاني من مشكلة معينة مع أهلي، فبدي أنا عززها لحالي. بس يعاني هو من مشكلة معينة مع أهله هذا بعمر 10 11 12 سنة، خلينا نحكي طيب الأهل شو يتصرفوا معه؟ مثلا هو مثلا زعل من أمه أو هي زعلت من أبوه أو العكس، يعني شو ممكن يتصرفوا الأهل معهم؟ يخلوهم يكبتوا مشاعرهم؟ كيف الطريقة اللي ممكن يعبروا عنها بشكل صح، يعني ليقدروا يكبروا ويحلوا مشاكلهم بالشكل الصحيح؟ كتير ضروري الأهل، نحن عم نحكي عن الأهل اللي بيكونوا منتبهين لأطفالهم. دائما الأهالي لما بتشوف نقطة ضعف عند الأطفال فورا لازم تعززها بالحوار. أنا ابني لما ببلش يحكي أو يعبر عن المشاعر اللي داخله أنا ما لازم قاطعه بالحديث أبدا. خليه ينهي كل الحديث اللي بده إياه، يعبر عن الشيء اللي جواته، وبعدين فيما بعد أي لوم أو تأنيب أو توجيهات مني أنا للطفل بعدين أنا ممكن بنهاية النهار. وممكن في كثير من الأطفال ما بيتقبلوا النقد المباشر، ممكن مثل ما بيقولوا تشلبنية شوي لتوصلي له الفكرة. نغم خلينا نحكي عن ظاهرة هي كثير منتشرة، هو الموبايل التاب اللابتوب. أي شيء بيلهي الطفل عن الحياة الاجتماعية الحقيقية، نقطة كتير مهمة. عم نشوف كتير من ردات فعل سلبية عم تصير للأطفال، من تأخر في النطق، من تأتأة، من قصص عدوانية، سلوك عدواني أيضا عم يصير، ومن كبت للذكاء العاطفي أيضا داخل الأطفال. خلينا نحكي عن نقطة أنه التهي وخذ الموبايل، التهي وخذ التاب، تماماً. روح اختار على التاب، هي قديم هي مشكلة حقيقية نحن ما رح نحس فيها هلا لبعد شوي. تمام، كثير من الأهل لحتى تصرف الأولاد عنا بتكون مشغولة بأي شيء، بتعطيهم الموبايل آيباد، وبنفس الوقت لما بيصيروا بدهم هن يعدلوا هذا السلوك، مثلا بتجي الام خصوصا باوقات الدراسه، انت بهذا الوقت صار وقت الدراسه لازم تترك الايباد، بتروح بترجع بتجي بتعصب، بتجي مثلا بتحكي الفاظ، هاي الالفاظ بتاثر على الطفل. نحن بهذا السلوك كثير غلط انه نوجهه للطفل، لانه بالبدايه ما كان في توجيه صح. نحن بنجي فيما بعد بدنا نعلم الطفل انه او نحدد له ساعات معينه لحتى هو يستخدم فيها هي الالعاب الالكترونيه، لانها عم بتاثر كثير على ذكاء الطفل، خاصه يعني الكرتونز اللي عم يشوفهم كلهم شيء فيه عنف، فيه قتل وضرب، حتى بتلاقيه بالبيت صار باللا شعور يحكي مثلهم تماما، لانه الاطفال هي كاميرات مراقبه بالنهايه، بتراقب كل الاشياء اللي حولها، حتى بتراقب الاهالي كيف بتتصرف، على هذا الاساس هي بتنبني شخصيه الطفل. يعني الذكاء العاطفي هو بعيد كل البعد عن التكنولوجيا، تماما هو ضد التكنولوجيا، اكيد تمام. الذكاء العاطفي ممكن انه هو كثير بعيد عن التكنولوجيا، بس هي التكنولوجيا انه بحياتنا طبعا بس نستخدمها بالطريقه الصح، يكون في توازن يعني بين التكنولوجيا وبين الذكاء العاطفي، انه خلي الطفل يعبر عن مشاعره بطريقه صح. خلينا كمان نحكي، بيقولوا الذكاء العاطفي عند الاطفال ممكن هو يكون اكثر من عند البالغين، شو رايك انت بهالمعلومه؟ ممكن، لانه تمام. الطفل دائما بيكون صفحه بيضاء، ما عنده اي حقد تجاه الاخرين، فهون بنلاحظ انه الطفل دائما اي شيء بيسمعه او اي شيء بيشوفه بيحفظه، ما بيعرف، حتى اذا تعرض الطفل لاهانه بنلاقي الطفل ما بيتذكر، بس طبعا بعدين بينسى، فهون الذكاء العاطفي عم بيكون اقوى عند الطفل من البالغين. الشخص البالغ بتوقع لانه مسؤوليات الشخص البالغ بتكون اكثر، ضغوطات الحياة يمكن، مشان هيك الطفل. فهي الدراسة جديدة تماماً. حبيتها كتير. شو بدنا نحكي نصائح للأهل؟
بنصح الأهل أنه يكونوا دائماً على وعي بالتعامل مع الطفل، وضروري نحن نتابع الطفل بكل خطوة، نتحاور معه، لأنه الحوار الإيجابي بيبني شخصية إيجابية عند الطفل. تمام. ومن الضرورة أيضاً كتير نراقب الطفل باستخدامه للأجهزة الإلكترونية، لأنه هذا الموضوع عم بيؤدي إلى قتل خلايا الدماغ عنده مع الوقت طبعاً. نعم. شكراً كتير لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها يا نغم، وأهلا وسهلا فيك. شكراً شكراً. بنتشكرك أكيد نغم لوجودك معنا، متشكر معلوماتك القيمة، وأكيد يعني بدنا نقول للأهالي ديروا بالكم على أطفالكم. طبعاً أكيد. نموا الذكاء العاطفي عند الأطفال بطريقة صح وبالشكل الصح، وعملوا توازن بالحياة، يعني ما ضروري التكنولوجيا تلغوها، أكيد لازم يكون في توازن، تكنولوجيا يعيشوا مثلهم مثل أبناء أكيد. جيلهم بالطريقة الصح، وأكيد حينبنى جيل واعي أكيد. ويقدر يبني سوريا بالطريقة أكيد. أكيد. الصح.